احنا بقى عايزين نرجع لفستان الفرح عبارة عن ايه وجي من امتى وليه بقى هو ده العادات والتقاليد بالنسبة للافراح ان هو لازم الناس تلبس فساتين بيضة. يمكن ده حصل زمان من بعد العصور الوسطى كده، كانت العروسة زمان مش بتلبس فستان ابيض، كانت بتلبس اي لون تاني بيدل على ذوقها العام وكمان على مستوى عيلتها. يعني كانت ممكن تلبس اي لون تاني من الفساتين غير الابيض، وكمان كانت بتحط على الفستان بتاعها نوع من انواع الفرو، نوع من انواع الحاجات الاكسسوارات الجديده دلوقتي اللي بنشوفها، يعني كانت زمان برضو موجوده عندهم بشكل معين كان بيدل على مستوى عيلتها. لحد بعد كده بقى من موضوع تقدم والزمن اتغير وابتدوا بقى ايه يركزوا على اللون الابيض.